السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق تزيد الإحساس بالبرودة. الطقس غدا الثلاثاء 7/12/2021 في هنا في مصر. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه توجد حالة من حالات نشاط الرياح التي تصل إلى حد العاصفة. وأضافت الهيئة في بيان اليوم 2/6/12/2021 أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد للثلاثاء غدا الثلاثاء لنشاط رياح باردة ناتجة عن تأثير منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، ويؤدي ذلك المنخفض إلى إثارة الرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد. وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه تزداد سرعات هبات الرياح لتنخفض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوف. وأعلنت الهيئة أيضا أن الرياح ستزيد من الإحساس ببرودة الطقس على أن تهدأ سرعات الرياح قليلا خلال فترات الليل. دمتم في رعاية الله وأمنه، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.